بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حل التمرين اللي ذكرته في الدرس السابق. أرجو أنك تكون تمكنت من حله، أو على الأقل حاولت محاولة جادة. يعني لما أقول محاولة جادة يعني أقصد يعني 10 دقائق، ربع ساعة على الأقل جلست حاولت تحله، فكرت فيه. طيب، السؤال وش يقول لك؟ يقول لك شبيه بسؤال سابق، لكن عدلنا شيء بسيط، أنه أكتب برنامج يلقى لي الإندكس حق أكبر إليمنت في array integers فيها 5 عناصر. يعني يلقى لي الاندكس وليس القيمة نفسها. زين، يعني ما راح يقول لي الخمسة، راح يقول لي 2. هذا هو الفرق. زين، نفس الشيء كيف نبي نسوي البرنامج هذا؟ بكل بساطة راح نمشي نقول والله شو اسمه، نفترض انه الاندكس هو 0. زين، فنقول هنا largest، بس هنا ما هو largest index، largest ما هو largest، largest index. زين، largest index هو 0، مضبوط. القيمة اللي فيه 3. بعد كده لما نجي هنا عملية المقارنة راح تكون شوي مختلفة. لما نجي نقارن الآن، ما راح نقارن الاثنين مع الصفر. زين، راح نقارن الاثنين، لما نجي هنا العنصر هذا الآن، راح نقارن الاثنين مع العنصر اللي موجود في index 0 اللي هو 3. فإذا ما راح أقول شو اسمه مثلا نفرض أن R، ما راح أقول R of I، إذا R of I أكبر من الماكس. زين، هذه الطريقة السابقة، يعني معنى هل الاثنين أكبر من الثلاثة، مضبوط. طبعا هذا هو الماكس، هل الاثنين أكبر من الصفر، عفوا، ما راح أقول هل الاثنين أكبر من الصفر، لا، راح تكون عندي هل ال R of I أكبر من ال R of max، max وخلي أسميه index. زين، max index أو largest index، يعني ممكن أكتب هنا max. واضح؟ إذن هنا الفرق، المرة الأولى كنت أقول هل ال R of I أكبر من ال max، لأن كنت بالmax مخزن القيمة نفسها، فأقول هل القيمة الحالية R of I، زين، مثلا القيمة 2 أكبر من الماكس اللي هي 3، لأن كنت مخزن 3. لكن هنا في المثال هذا، في هذا راح يكون مختلف. أقول هل القيمة الحالية اللي هي 2 أكبر من ال R of max index، زين، يعني القيمة اللي مخزنة في الاندكس اللي هو الماكس اللي عندي. أرجو أن يكون هذا الشيء واضح. مرة ثانية، بدلا من أني أقول هل العنصر الحالي اللي هو 2 قيمته هل هي أكبر من أكبر قيمة مضبوطة اللي كنت مخزنها قبل اللي هي المفروض أنها تكون 3، يعني زين، لا، راح أقول هل العنصر قيمة العنصر الحالي 2 أكبر من العنصر اللي موجود في الاندكس اللي عندي هنا اللي هو الاندكس حق أكبر عنصر. زين، الاندكس حق أكبر عنصر، يعني أنت تخيل نفسك أنك جيت تمشي على الاري وحطيت اصبعك، فهنا لما نفترض بالاندكس كانك حطيت اصبعك او سهم يأشر على المكان هذا في الاري. زين، كانك حطيت اصبعك يأشر على اكبر مكان. زين، فالان انت لما تيجي تقارن تقول هل المكان اللي انا اشر عليه باصبعي هذا، هل القيمه اللي فيه او هل القيمه اللي الان الحاليه اللي انا يعني اشوفها الان هل هي اكبر من اكبر قيمه ولا لا. زين، فتخيل عندك سهمين فعليا ممكن نستخدم لهم لونين، فلون واحد لون مثلا زهري، زين، او زين، هذا هو الاكبر، هذه هي القيمه الاكبر، واللون الثاني هو اللي هو القيمه الحاليه. فنمشي هنا هل الخمسة زين اكبر من العنصر اللي اشر عليه اكبر ذا، فالاندكس عندنا صفر طبعا، نعم اكبر. اذا نجي ونشطب على هذا كذا، نجي نحط نقول اكبر عنصر عندنا هو العنصر 5. زين، ونسجل القيمة عندي هنا، أقول هنا اللي هو الاندكس 2 هو صاحب أكبر عنصر. ثم بعد كذا أشطب طبعا وأمشي على اللي بعده، هل هو الواحد أكبر من اللي يأشر عليه أكبر اندكس ولا لا، اللي هو 5، لا، الواحد ما هو أكبر. أمشي اللي بعده، هل الأربعة أكبر من العنصر اللي أشر عليه 5، لا، ما هي أكبر. إذن انتهينا. إذن هذه الفكرة، أنه عندك كأن عندك إندكس بدلا من يكون عندك القيمة نفسها. خلونا نشوف التنفيذ بشكل سريع في الجليت. هذا هو البرنامج. لاحظ أن البرنامج يشابه إلى حد كبير المثال السابق. راح ننفذ البرنامج.
طيب أنا نفذت البرنامج بعملية القراءة حتى ما نضيع الوقت في الفيديو، فالآن عبيت الأري بالعناصر 1 4 2 3 5. طبعا واضح أنه الماكس إندكس النتيجة، يعني نتيجة التنفيذ المفروض أنها تكون 5، المفروض أن عفوا المفروض أنها تكون 4 اللي هو الإندكس حق أكبر إليمنت في الأري. خلينا نشوف كيف تنفذ. أول شيء راح نقول أنه أكبر عنصر عندنا هو العنصر الأول، زين الإندكس حقه 0، فراح نحتفظ هنا ب 0. لاحظ احتفظنا ب 0 بدلا من R of 0، زين المثال السابق، ممكن ترجع المثال السابق تشوف. فإذا قلنا الماكس إندكس عندنا هو 0، زين بعد كذا الآن بدينا نمشي، نبدأ نمشي الآن. بعد كذا الآن شوف كيف المقارنة، نقول هل الـ R of I أكبر من الـ R اللي ماكس إندكس، يعني أكبر من العنصر اللي أشر عليه الماكس إندكس، العنصر اللي أشر عليه الماكس إندكس اللي هو 0. فلاحظ الآن راح يصير عندي 2 أكسسز نفس الوقت. زين، فهل هو أكبر؟ نعم أكبر طبعا فعليا. في هذه الحالة راح شوف كيف أعدل، راح أقول الماكس إندكس اللي عندي هو الآي اللي هي الآي هنا بواحد. فإذا العنصر صاحب أكبر الإندكس حق العنصر حق أكبر عنصر هو الرقم 1. زين، فإذا وضعت هنا في الماكس إندكس 1 واستمريت في العمل. الآن أجي أقارن العنصر اللي بعده اللي هو العنصر الثالث إندكس حقه 2، أقارنه مع العنصر مع أكبر مع العنصر صاحب مع العنصر اللي أشر عليه الماكس إندكس وهو العنصر الثاني. زين طبعا ما هو أكبر، فنستمر في اللوب. نجي للعنصر الرابع اللي هو الإندكس حقه 3، أقارنه مرة ثانية. لاحظ يقارنه مع إيش؟ يقارنه مع العنصر مع الإندكس اللي هو R of max index، max index 1، فإذا هذا العنصر الإندكس حقه 1، زين العنصر الثاني، فراح يقارن الاثنين هذولا مع بعض. لاحظ إنه يستخدم الإندسيز لكنه إذا جاي يقارن الفاليوز، زين، فإذا هنا يلعب بالإندسيز، هنا شوف ياخذ الإندكس، هنا ياخذ الإندكس، بينما هنا يقارن الفاليوز. طيب نمشي العملية، فالمقارنة طبعا أصبحت فاشلة أو فولس. ننتقل للي بعده هو آخر عنصر، وناخذ طيب ما زلنا في اللوب. زين الآن لاحظ إنه الماكس إندكس راح أخذ العنصر الأخير اللي هو الإندكس حقه 4، وأخذ العنصر صاحب الماكس إندكس اللي هو العنصر الثاني الإندكس حقه 1، قارن بينهم. المقارنة راح تكون ترو، راح يكون العنصر اللي عندي أكبر. فإذا راح يضع الآن الماكس إندكس، لاحظ الماكس إندكس الآن راح يتغير، راح يكون 4. زين شوف الآن الماكس إندكس راح ناخذ قيمة الآي ونضعها في الماكس إندكس، مضبوط. فإذا أخذنا قيمة الآي وضعناها في الماكس إندكس، فالآن العنصر صاحب أكبر أو الإندكس حق أكبر عنصر هو الإندكس 4 اللي هو للعنصر الخامس اللي قيمته 5. وانتهى طبعا تنفيذ البرنامج هنا. خلاص راح يقارن بين الاثنين هذولا وانتهي تنفيذ البرنامج. أرجو أنك تكون فهمته. حاول أنك تنفذ، تسوي إكسرسايز، تفهم البرنامج هذا. إذا خلصت منه حاول أنك تسوي برنامجين ثانيات، واحد يوجد لك أصغر عنصر في الأري والثاني يوجد لك الإندكس حق أصغر عنصر في الأري. زين يعني ما سو زي ما سوينا هنا في الماكس، سوا في المن في المينيمم يعني أو في الأصغر. وإذا خلصت منهم هذول التمرينين، في تمرين ثالث وهو يوجد لك ثاني أصغر عنصر في الأري والإندكس حق ثاني أصغر عنصر في الأري. زين التمرين هذا يمكن شوي أصعب، يعني ما هو صعب مرة، يعني إذا كنت فاهم ما أبدا ما راح يكون صعب. فإذا تمرين يوجد لي أصغر عنصر في الأري، زين افترضنا نفس الأري هذه 5 عناصر، يعني تمرين يوجد لي أصغر عنصر، تمرين يوجد لي الإندكس حق أصغر عنصر في الأري، وتمرين يوجد لي الإندكس حق ثاني أصغر عنصر في الأري. يعني هنا زين راح يعطيني 1، لأنه ثاني أصغر عنصر في هنا راح يعطيني 2، لأنه ثاني أصغر عنصر، أصغر عنصر هو 1، ثاني أصغر عنصر هو 2، والإندكس حقه هو 2. طبعا بالصدفة صارت نفس الأرقام، لكن شو اسمه، هذا هو الجواب. يعني حاول تحل الأسئلة الثلاثة هذه، مهم جدا تسوي تمارين قد ما تقدر حتى تتأكد أنك فهمت الموضوع هذا بشكل جيد.